عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة عليه السلام أنها قالت دخل علي أبي رسول في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة عليه السلام فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ذوبان فقلت له أذك بالله يا أبته من الذوب فقال يا كما عليه فما كانت إلا ساتم وإذا بوالدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تأتى الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتظن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه فما كانت إلا ساتم وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا بلدي ويا قرة عيني وثمرة أفؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين قال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختره الله أتدر لي أنا أدخل معكما تترك سائل
وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة عليه السلام إني أشم عندك رايتا طيبة كأنها رايت أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم حرما فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا وخليفتي وصاحب اللواء قتلت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء صلوات ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا ابته يا رسول الله قال وعليك السلام يا بنتي ويا بلدي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوا فلما تولى جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي المساء وأما بيده اليمنى يسمى وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وقصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلغني ما يلغهم ويظنني ما يظنهم أنا أحب لمن حاربهم وسلم لمن صدمهم وأدب لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأظهر عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صلوات فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة عليه السلام وأبوها وبالها وبنوها فقال جبريل يا رب أتاذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال له نعم قد أذنت لك وحبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي
ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم قال تغنني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك ودخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما ليوزن هذا تقل كسائر الفضل إن الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر قبر ما هذا في مثل من محافل أهل الأرض وفيه دم منشيتنا ومرقينا إلا ونزلت إليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة او فيها تميلا برحمتك يا